رجعنا لكم مرة تانية وفقرة جديدة مهمة هنتكلم فيها عن تجميل الأسنان، ومعانا الدكتور أحمد ندى أخصائي الأسنان وتجميل الوجه. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك. أهلا منورني. الله يخليك. ربنا يوفقك. كله تمام؟ الحمد لله تمام. عايزين نتكلم مع حضرتك شوية كده في موضوع تجميل الأسنان، يعني أنت مشرفنا النهاردة. اتكلمنا بداية كده عن الخطوات التجميلية للأسنان. تمام. قبل ما أعرض أي مريض تجميل الأسنان لازم الأول إن أنا أعلمه إزاي الأورال هيجين بتاعه أظبطه له. بمعنى بيجي مثلا مريض يقول لك انا عايز اعمل سمايل ميكر، انا عايز اعمل فينيرز، انا عايز اعمل تبييض. لا احنا هنتكلم في كل ده فهمت. اكيد طبعا. بس اول حاجه اهم حاجه هو تنظيف الاسنان، ان هي مش حاجه تجميليه، دي حاجه روتينيه لازم ان احنا نعملها باستمرار كل 6 شهور. ما ينفعش مريض مثلا جاي لي اول ما باجي اكشف اعمل الدياجنوزيس بتاعي الاقي في كالكولاس، في جير، في الوان وصبغات، وان هو اصلا ما بيغسلش اسنانه بانتظام وما بيستخدمش الدنتال فلوس وما بيستخدمش الحاجات الاساسيه المضمضه والحاجات الاساسيه. ويجي مثلا عايز يعمل فينير او عايز يعمل تبييض او عايز انا عايز اجمل اسناني، يعني طبعا حصل له مشاكل من اهماله لاسنانه، فدلوقتي هو بقى عايز يعمل حاجه تجميليه. دوري كطبيب اسنان الاول ان انا اعلم المريض ده الاول ازاي يعمل ينظف اسنانه كويس عشان ما يحصلش مشاكل من الحاجات التجميليه اللي هنعملها، عشان لما يعمل تبييض يستمر معايا، لما يعمل فينير ما يحصلش ريسيشن للجنجيفا اللي هو تراجع اللثه، فيجي يقول هو كده هيكون بيخسر يعني حضرتك ما بتعملش معاك كبزنس ان هو انا اخد. لا لازم الاول تظبط الشغل طبعا، وده بيعمل مشاكل كبير قوي في البيزنس زي ما حضرتك بتقول، وللمريض ولسمعه الدكتور اللي بيشتغل تجميل. ممكن تكون دكتور شغله كويس جدا بس للاسف هو استعجل مع المريض. المريض لا، الاول لازم اظبط عنده الاورال هيجين، اعلمه الاول ازاي يغسل بقه مرتين واعلمه يغسل بقه بطريقه صح ويواظب عليها بانتظام، وبعد كده ابتدي معاه خطوات التجميل. خطوات التجميل اول حاجه قلنا ان تنظيف الاسنان كل 6 شهور اللي هو التنظيف بالالتراسونيك او بالليزر او حتى مانوال اللي هو ايه الفرق بين تنظيف الاسنان والتلميع؟ يعني تنظيف الاسنان دي خطوه بتتعمل كل 6 شهور، دي بنشيل فيها الجير وبنشيل فيها الالوان. التلميع دي حاجه بتكون بس زي ريتاتش كده بعد ما بنخلص التنظيف ان احنا بنعملها يعني ممكن مثلا قبل مناسبه ان انت تلمع بس اسنانك، لكن التنظيف اللي هو ان احنا نشيل الجير اللي بيتكون من الناس مثلا بتشرب شاي كتير والناس اللي بتشرب بيبسي والكلام ده كله ان احنا نشيله، ده لازم بانتظام كل 6 شهور طبعا مع غسيل البق. ده المفروض اي بني ادم طبيعي كل 6 شهور. بعد كده بقى نبدا نخش بقى المريض. طب الاول المريض خلاص انت معانا صوره برضو من لتنظيف الاسنان كده هتتعرض على الشاشه. ده مثلا مريض زي ما احنا شايفين كده ستينز كتير وكالكولاس جوه الوان كتير، وطبعا هيفي سموكينج، بيشرب سجاير، بيشرب ما ينفعش مثلا المريض ده كان جاي في الاول عايز يعمل تبييض، فاللي هو طب الاول لازم الاول نعمل نواظب الاول على اللي احنا نغسل بقنا الاول، عملنا له الاول سكيلينج وعملنا بولشنج وعملنا له تنظيف اسنان ودي كانت النتيجه معانا. بيجي بقى دي كده خطوه اساسيه خلاص، هو كده وصل للون اسنانه من التنظيف ده، بنوصل لدرجه اللون الاساسيه في الاسنان. نبدا بقى انت عايز ايه كمان، البادجت بتاعك ايه، وعايز تعمل ايه، بتفكر في ايه كمريض جاي تعمل حاجه تجميليه فور فن، بتفكر في ايه، دي حاجه اساسيه فور فن بقى تعمل ايه. انا مثلا هعمل تبييض، انا مثلا هعمل فينير. بنبدا بقى نكلمه على الحاجات دي. طب مثلا إيه في تقنيه البوتكس والفيلر دخلت في دي احدث الأسنان. من احدث الحاجات، هي مش احدث حاجات في طب الاسنان، هي احدث حاجات كل يوم في جديد طبعا، هي موجوده في اوروبا وموجوده حتى في الاردن وفي لبنان وموجوده في دول عربيه كتير، ولكن في مصر هنا كان الموضوع ده أثر قوي على مثلا دكاتره الجراحين التجميل والجلديه. لا دلوقتي في دكاتره اسنان وبشتغل القسم ده وبنشتغل وبنقدم شغل كويس جدا فيه، لان طبيب الاسنان اوريدي اصلا هو دارس الاناتومي بتاعه الوجه كويس جدا وهو بيعمل سمايل ديزاين دلوقتي. فلما تعمل سمايل ديزاين وتقول انا سمايل ميكر، ما هو السمايل مش التوز بس، مش الاسنان بس، السمايل ضحكتك كلها، خطوط الابتسامه، التجاعيد اللي بتظهر، كل ده طبيب الاسنان. الناس فاهمه ليه الاسنان بس؟ لا كل ده طبيب الاسنان لما بياخد الكورسات وبيسافر وبيحضر المؤتمرات وبيستفاد من خبرته في الكليه وخبرته المؤتمرات دي بيقدر يقدم شغل في المجال ده كويس جدا. بنقدر نستخدم البوتوكس، بنقدر نستخدم البوتوكس والبوتونيوم توكسين، ده اللي هو بيأثر على المصل الستايل كولين، بيعمل زي استرخاء للعضله. بنقدر نستخدمه مثلا في حالات عندنا في الاسنان بيقدم شغل كويس قوي في حاله الجامي سمايل. الحاله مثلا بقت اوبشن زياده عندك في صوره تجاعيد الوجه تقريبا في حاله معانا. تمام. ده البوتوكس في الفورهيد هنا، ده ولد جه هو كان عامل حقنة قبل كده بره والخط ده بيرجع تاني وعايز يتخلص منه، فبنحقن له بوتوكس. دي الصورة بعد ده بيظهر بعد 10 ايام. بعد 10 ايام تلاقي بعد 10 ايام ده بيقعد افريج معانا مثلا من 5 شهور لسبع شهور وبيجي يعمل تاني الحقن. لو مش عايز بيرجع النتيجة كما كانت او احسن من الوضع اللي عليه، ودي احسن حاجة في البوتوكس والفيلر ان هي سيف جدا، بدليل ان اما الفيلر مثلا الجسم
بيمتصوا ده هنتكلم عليه دلوقتي، او البوتوكس ان هو بيرجع الوضع كما كان، او بنبتدي نعمل ريتاتش تاني او بنعمل حقن تاني من اول وجديد ونوصل للنتيجه دي زي ما احنا شايفين كده. واللي عاجبني في الموضوع انا عايز اتكلم بس عن الصوره دي في حاجه. اتفضل. المريض ده جه هو عمل بره مصر بوتوكس وبعد كده عملوه فيلر، فلما جه هو عايز يعمل نفس الحاجه، فانا قلت له طب نجرب الاول ان احنا نعمل البوتوكس بحيث ان احنا نستنى نشوف النتيجه، فلو شفنا النتيجه هنلاقي الشكل ناتشرال. يعني في عارف دلوقتي بقى كل المؤتمرات دلوقتي التجميليه وكل حتى الاسنان والتجميل كله بيتكلم عن ناتشرال، خليك طبيعي بلاش الفيك. فانا حتى هنا لما عملت له نستنى نشوف البوتوكس لقيت ان لا كده ظهر طبيعي كويس، بلاش ان انا اخلي دلوقتي تبص مثلا في اول ما حد يخش عليك تلاقي جابها واحده، تلاقي مثلا قدامه بيعمل اكسبريشن انت مش عارف هو متضايق هو مبسوط هو فلا الطبيعي دلوقتي هو العالم كله في التجميل، اسنان جراحات تجميليه الجلديه والتجميل كله رايح للناتشورال كله في المكان. طب ايه الفرق بين تبييض الاسنان والفينير والسمايل سناب؟ الفرق بين تبييض الاسنان، تبييض الاسنان دي الخطوه اللي بنعملها بتفرق في لون الاسنان من 4 درجات لست درجات، وهي بتدوم من 8 شهور سنه ونص متوسط سنه حسب المريض اللي قدامنا برضو التعليمات اللي بنديها له ان هو مثلا ما يكونش التعليمات مظبوط سموكينج بيكون بيغسل اسنانه بانتظام زي ما قلنا. ده كلها مؤثره جدا والحاجه طبعا طبعا بتاثر في النتيجه. بننتقل للخطوه الثانيه. طب المريض مثلا عمل خلاص الخطوه دي ولقى ان هو لا انا لسه عايز مثلا انا بتفرج على الممثل الفلاني انا بتفرج على كذا انا عايز اوصل للابتسامه دي، بيبقى اغلبيه بيبقى البادجت بتاعها عالي شويه بتبقى اسعارها اعلى شويه. لكن الموضوع كان زمان زمان يعني كان مقتصر على الفنانين والناس اللي يعني ثقافه التجميل زمان غير دلوقتي، فالناس دلوقتي كلها بتتجه للموضوع ده فعلا. بس اللي فرق بقى من زمان والجيل الجديد دلوقتي ان هو حتى العدسات التجميليه كان زمان بيجي المريض في صوره للتبييض الاسنان كده هتتعرض برضو شغل حضرتك. دي حاله تبييض اسنان برضو زي ما بنشوف هنا النتيجه ممتازه. المريض ده كان جاي برضو بيفكر في الفينير. ده تبييض مش فينير. ده تبييض طبيعي قعد من يعني هنا هو زاد مثلا حوالي ممكن نقول ان هو بقى A2 فهو زاد مثلا كان جاي A6 فهو كده يعني زاد حوالي 6 درجات او 7 درجات فخلاص هو اكتفى بالنتيجه خلاص مش محتاج ان انا اكلفه تاني ما دام انا عملت له الاجراء الاول الاقل وهو جاب النتيجه المطلوبه وهو راضي يعني هو خارج مبسوط يخرج مبسوط. دي اهم حاجه لمريض التجميل ان هو داخل يعمل حاجه فور فن يوصل للنتيجه اللي هو محتاجها يوصل للنتيجه ان هو يخرج من عندك مبسوط. فعلا انت قايلها صريحه انا داخل اعمل حاجه فور فن مش داخل اعمل حاجه مش مرض فعايز اوصل للي انا عايزه. لما انا جيت لحضرتك اعمل حاجه معينه عايز اوصل للنتيجه دي مش عايز احس ان انا جيت ومشيت ما حسيتش بحاجه. بنتكلم بقى في الجيل الثالث من شغل الفينيرز وده اللي هو فرق برده الناتشرال اللي بنتكلم عليه ان هو خلاص بقى انتهى بقى القصه اللي هو الاكسترا وايت الحاجات اللي بتكون تلاقي المريض مثلا لون بشرته قمحويه شويه او سمراء وبس مجرد ان هو راح للدكتور مفيش اي تناسق في الشغل راح عمل له اكسترا وايت لا خلاص. حتى برده في الاسنان زي التجميل العادي خلاص انتهى الكلام ده كله بقى كله بيميل دلوقتي ان انا ارجع لك سنانك زي ما كانت ناتشرال نفس لون اسنانك لايق على لون بشرتك كلها على لون بشرتك على ضحكتك كلها صح بالظبط. طب انت ازاي بتعالج بقى الابتسامه للسويه؟ الابتسامه السويه دلوقتي احنا زودنا انا شايف ان حضرتك يعني اسنانه متجهه شويه للتجميل يعني ودي مختلفه شويه. انا ميال لحاجه اللي هي سمايل ميكر ان انت تربط بين طبيب الاسنان وبين شغل تجميل الوجه كله وده بيفرق معاك قوي كطبيب اسنان ان انت اصلا بتعمل سمايل ديزاين. فلما تعمل السمايل ديزاين بتاعك مع الضحكه مع التجاعيد اللي بتظهر في الوش مع الحاجات دي كلها انت هتقدم شغل مختلف وده اللي احنا الحمد لله ودكاتره كتير اسنان في مصر دلوقتي ابتدوا ان هم يقدموا شغل كويس جدا 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 والتنافس حتى اللي حاصل ما بيننا وما بين جراحين التجميل وما بين الجلديه ده كله في صالح في مصلحه يعني المريض وفي مصلحه الحاله ان هو كله بيطور من نفسه كله بيحضر مؤتمرات كله بيسافر كله عايز يجيب الشغل الجديد والمعلومه الجديده واحدث حاجه وصلنا لها واحدث ماتيريال بنشتغل بيها. هنعرف برضه صوره الابتسامه السويه كده اللي احنا طبعا الابتسامه السويه دي هنا الحاله كانت بنت وعندها فرح. الحاله هنا في 3 اوبشن للحاله دي. انت ممكن تعمل عمليه ممكن تعمل قص للثه بالليزر بيرجع تاني ممكن بيرجع تاني فخلاص كله بقى بيتجه الاوبشن وانا الصراحه بفضل الاوبشن ده برضو انا ميال للبوتوكس وللفيلر وهو الجامي سمايل ان احنا بنحقن زي ما احنا شايفين كده فوق بنحقن حقنه هنا اهو في النزل ماسل ديبريسور تمام حقنه في الليفت سايد وحقنه في الرايت سايد. النتيجه بعد 10 ايام زي ما حضرتك شايف تحت دي بتقعد فترات قد ايه ده؟ بتقعد 6 شهور. 6 شهور بتقعد 6 شهور بس مش اكتر من كده ومش اقل من كده. التكلفه بتاعتها اقل والنتيجه بتاعتها اسرع. وفي مريض انت بقى عندك اوبشن تاني كطبيب اسنان ان انت مش هتمسك مشرط انت مش هتدي حقنه الحقنه اللي بتخوف الناس مننا جدا هو يخش يقول لك انا بكرهك وكده انا مش عايز انا ما بحبش دكاتره الاسنان بالظبط. في ناس كتير بقى لا خلاص يعني بقى مشكلتهم الحقنه
كمشكله وانت اوريدي اصلا، لان دي حاجه عندك يعني حاجه انت اتولدت بيها، مش حاجه مثلا انت اهملت فانت زي تسوس الحشو او كده فانت مضطر. لا فانت بقى ايه لما يكون كمان عندك اوبشن خفيف مش هيحتاج ان هو تدخل جراحي او كده، فابتدى برضو المرضى يميلوا للحل ده بشكل كبير يعني. برضو هنتكلم على الفيلر لان حضرتك برضو جايب صور للفيلر تاني هنعرضها. ده فيلر اللي دي بنعملها برضو كخطوه تجميليه، ممكن نعملها مع الجام سمايل لو حققنا البوتوكس ولقينا ان البيشنت لسه عايز تاني نتيجه تانيه ولسه في جزء صغير من اللي لسه ظاهر، بنبتدي نحقن فيلر في اللب. تمام. ممكن مريض يجي مثلا هو شفايف والشكل عايز يعمل مثلا نضاره، يديها نضاره، مش شرط على فكره يكون التكبير، لان برضو الشغل في اللب برضو ما بقاش ميال ان انت تكبر الحاجه وتعمل الحاجه الفيك. لا انا اصلا ده اللي حابه في شغلك وحابه في الطريق الناتشورال ان انت يبان. بص دكتور التجميل الشاطر هو اللي يعمل شغل الحاله، ولما الحاله دي تروح من عنده يروح بيته او يروح لاصحابه يقعد معاهم يقول له انت حلو بس انت ما عملتش حاجه. اذا انت ما عملتش حاجه انت ما عملتش حاجه. انا عايز لما اشوفك تحس انه على طول عمل حاجه من غير ما يقول لك انا لسه كان لسه مريضه عندي امبارح اول ما روحت، هي اصلا ما كانتش عايزه تعرف حد في البيت. انت عارف بقى الستات لما بتكبروا كده هي راحه بعت لي بس الريفيو بتاعها بتقول لي انا انت تسلم ايدك ما حدش عارف حاجه بس انا بنتي بتقول لي انت حلويتي. قلت لها بس هو ده اللي انا هو ده اللي احنا بندور له. انا مش عايز حد يقول لك انت عامله فيلر هنا ولا عامله بوتكس هنا، حتى لو حلو لا ما يقولش احسن يلاقي وشك رايق وشك حلو بس. الصوره دي برضو الحاله دي لسه كانت عندي برضو من يومين، دي حقنا من 7 شهور. ده قبل ده خطوط الابتسامه طبعا مع مرور الزمن. والحاله برضو دي كانت عملت نظام دايت قاسي، وده برضو اللي ما بننصحش بيه البيشن ان انت تخس مره واحده، فالجلد بيبان الجرافيت ان هي بينزل لتحت فبتدي بقى الهالات وخطوط الابتسامه. ده بعد ما حقنا الفيلر طبعا النتيجه بتاعه الفيلر بس جدا. الفيلر ده عباره عن هيروريك اسيد وكولاجين، حاجه سيف جدا جدا، بدليل ان هي بعد 6 شهور بتروح وبنعملها تاني. ليه؟ لان الجسم يعني ده هيروريك اسيد وكولاجين ده خلي الجسم اصلا وبيعمل استيميليشن للجسم ان هو يكون كولاجين، فهو الجسم بيعمل انتراكشن معاه وبيمتصه، فدي حاجه بتطمنا. بتزعل البيشنت يقول لك ايه هو ما فيش حاجه دايما هتقعد كتير. طب انت الحاجه اللي دايما زمان والسيرك والحاجات دي شفنا منها مشاكل كتير جدا وجراحات. لا كتير جدا. لا خلينا كده وحاجه الجسم يستفيد منها. الوحيده بالنسبه لهم ان هو بيقعد مده وبيروح ونعملها تاني. انت 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 مثلا مش عايز تعملها يبقى انت ما تضررتش منها، يبقى هي سيف. عايز تعملها اوكي، احنا اتفقنا في الاول ان احنا سمايل ميكر، احنا تجميل، احنا فور فن، انت مش انت جاي حاجه مش واقف عليها حياتك بالظبط. طب الناس العصبيه اللي بتجز على اسنانها بقى كتير برضه البوتوكس من الحاجات الجميله جدا في الموضوع ده مع الليزر، دخل مع الليزر بيساعدنا جدا في شغلنا في طب الاسنان. الناس العصبيه، الناس اللي بتجز وهي نايمه، ده بيعمل اتريشن في الاسنان. بندي بوتوكس في المسيطر ماسل بيعمل استرخاء ريلاكس خالص في العضله، فيخلي الانسان ان العضله دي ريلاكس. انت بتبقى انت بتديها امر ان هي تعصب، بس انا مديها امر بالبوتوكس ان هي لا مش هتستجيب معاك، فده بيحسن جدا، يحافظ لي اصلا على الاسنان ويحافظ لي على التي ام جي بتاعي، المفصل بتاعي. الناس اللي لما بتيجي تفتح بقها مع اللي هم بيكونوا بيعملوا العاده السيئه دي للاسف لما بييجوا يفتحوا بقهم مع مرور الوقت بيبقى عندهم مشاكل. لا بعد ما بنحقن البوتوكس برده بنحقنه كل 6 شهور المشكله دي بتروح خالص وبيكون الموضوع كويس جدا. وحتى بيدي برده شكل اوفال للوجه شويه، فبيدي شكل تجميلي بيكون المريض اللي بيعمله بيبقى مبسوط منه يعني كاوبشن. المهم ازاي بتعالج تجاعيد الوجه؟ تجاعيد الوجه بالبوتوكس او بالفيلر. بالبوتوكس برده من 6 شهور لسنه بنحقن في الـ في الـ في تقريبا. دي زي الصوره اللي احنا شفناها لل كده. لا هو مش هيعرضها، الصوره اللي اتعرضت من شويه وممكن خليه يعرضها لحضرتك اللي هي دي دي برده كانت صح. دي برده كانت تجاعيد تجاعيد الوجه. بنحقن البوتوكس كل 6 شهور. كل 6 شهور 6 شهور 6 شهور مثلا 8 شهور وبيتحقن تاني. طب كلمنا عن خطوط الابتسامه اللي بتظهر في الوش ساعه الضحك. خطوط الابتسامه دي ورجع لنا الصوره بس بالظبط هي دي. انا كلم هو المعد هي الحاله جميله الصراحه. طيب كلمنا بقى على خطوط الابتسامه اللي بتظهر في الوجه. تمام. خطوط الابتسامه دي بتظهر مع تقدم العمر، بتظهر لما الانسان يعني دايما بننصح الناس ان هم ما يخسوش مره واحده لان ده اللي بيأثر. برضو عندنا في الاسنان المريض اللي بيكون خالع كذا ضرس بدري ده برضه بيأثر او بيكون محتاج طقم. بنيجي واحنا بنعمل له الطقم نلاقي ان الطقم اسنانه رجعت، بس يلاقي ان هو عنده في الوجه في كرمشه كده وفي تجاعيد ظهرت حوالين وش ويقول لك الشفه اللي فوق واقعه، يقول لك انا حاسس ان انا مركب الطقم بس شفتي واقعه. فطبعا الطقم يحسن مع الفيلر كمان. لما يدخل بقى ان انا احقن فيلر فبكون رجعت الشكل الاسنان مع ان انا رجعت كمان النازوليبيا مكانه في الوضع بتاع النازوليبيا الفولد،
ده طبعا بيكون نتيجة بجد تشرفنا بيك واستفدنا منك كتير جدا. ربنا يخليك يا رب، انا اللي اتشرفت جدا انا كنت معاكم. ربنا يخليك، واتمنى ان كل اعزائي المشاهدين استفادوا بالفقرة دي. فاصل ونرجع نكمل معاكم الحلقة.